من ضمن الاخبار اللي بتهم النادي الاهلي واعضائه خبر مهم جدا، وان بكره باذن الله تعالى مجلس اداره النادي الاهلي هيفتتح بوابات النادي الجديده بفرع مدينه نصر، وده في اطار الخطه الانشائيه المميزه جدا جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وخطه تطويريه بالتحديد. دي صور لسور النادي في مدينه نصر، لكن بتكلم على البوابه الرئيسيه، واللي بيعدي من قدام اهلي مدينه نصر هيشوف ان الامور تطورت جدا في انتظار الافتتاح غدا. فبالتالي جهد كبير جدا بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي، المستشار الهندسي كمان سامح علي كامل، وايضا الاداره التنفيذيه بالكامل. تصميم هيكون اكثر من رائع، اكيد حضراتكم هتتابعوه، اكيد هيكون معانا هنا في قناه النادي الاهلي، التغطيه هتكون مميزه بكل تاكيد. فالتصميم ده بيدل على شخصيه النادي الاهلي من خلال نسر النادي اللي موجود في اللوجو، اكيد حضراتكم عارفينه طبعا. نسر النادي الاهلي هيكون هو الجزء الاساسي في بوابة الأهلي الجديدة في مدينة نصر، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية اللي أنت هتعدي بالكارنيه على طول، وتقدر تكشف بقى الكارنيهات المزورة، تقدر من خلال البوابات دي اللي موقوف مثلا عند كل النادي ما يقدرش يخش. كل الأمور دي تبقى مميكنة بشكل مميز جدا، وحاجات في الحقيقة تفرح وحاجات جيدة وتطور مميز جدا بالنسبة لمقر النادي الأهلي في مدينة نصر. احنا عارفين الفترة اللي فاتت أهل مدينة نصر شاف العديد والعديد من الأعمال الإنشائية الضخمة، سواء افتتاح المنطقة الترفيهية الجديدة، وكان شيء بصراحة جيد جدا، مطاعم كمان الأهلي أو مطاعم الجديدة في منطقة الفود كورت، واللي بتضم 12 منفذا جديدا في أهل مدينة نصر، ولخدمة أعضاء الجماعة العمومية. أيضا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطور المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ده بخلاف التطورات اللي حدثت في الجزيرة، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، صالة الكاراتيه، الجمباز وتطويرها، صالة الملك عبد الله الفيصل والعديد من الأمور، صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا غرف خلع ملابس. دي صور حلوة أوي، دي صور من الشكل اللي باذن الله هنشوفه بكره من امام مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، والبوابه الرئيسيه بالتحديد، والشكل الديزاين اللي احنا شايفينه دلوقتي كده ده شكل اكثر من رائع. دي يا جماعه الجزيره ولا مدينه نصر؟ اه سواء في الجزيره او في مدينه نصر عفوا هيبقى في نسر النادي الاهلي ده، وده بصراحه شايفه شيء جيد وتطور فريد من نوعه. واعتقد ان مفيش نادي في مصر بالبوابات الالكترونيه دي، اعتقد يعني ممكن وادي دجله بس، ومش هتكون على نفس المستوى اللي هيعمله النادي الاهلي كمان بكره، بخلاف بعض الاعمال الانشائيه كمان قلنا في الجزيره، وكمان في الشيخ زايد اعمال انشائيه خلال الفتره الجايه، وهيبقى فيه اهتمام كبير قوي قوي بالشيخ زايد الفتره الجايه من خلال بعض الامور اللي هتهم كل اعضاء الجمعيه العموميه هناك، وفرع التجمع الخامس، وده اللي هيكون مستقبل النادي، واللي تم خلاص الانتهاء من اصدار القرار الوزاري الخاص بانشاء الفرع، وتم الانتهاء ايضا من الرسومات الخاصه بالمرحله الاولى التي تتضمن انشاء المبنى الاجتماعي ومناطق جلوس الاعضاء والاسوار والبوابات وملاعب اكاديميه الكره والمبنى الاداري لاكاديميه الكره، وكل دي امور ممتازه جدا من اداره النادي الاهلي. لما الناس تعمل شغل بصراحه لازم نشكرهم عليها، هم عاملين شغل جيد في الحقيقه.